يا صباح الخير والأمل والسعادة، صباح يوم جديد، جمعة مباركة علينا وعلى مصر كلها بإذن الله. بصبح على كل بيشوفونا وبيتابعونا، ودايما يا رب مصر جميلة بكل أهلها وبكل المصريين. بصبح عليكم وكمان بصبح على حاتم. صباح الخير. صباح النور نجلة، صباح النور مشاهدينا الكرام. إن شاء الله يكون يوم جميل وحلو كده، يبتدي بابتسامة، وزي ما بنقول دايما يجعله صباح نادي، يوم نادي علينا كلنا يا رب بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. النهارده يعني في فقره الفضفضه اللي بنبدا بيها الكلام، الحقيقه في اكتر من موضوع حابين ان احنا نتكلم عليه. انا هبدا بالموضوع الخاص بتغيير السلوك المصري، لان بالتاكيد تغيير السلوك هينعكس على كل حاجه في حياتنا. لما يكون سلوكنا ايجابي في كل حاجه، يبقى هنتعامل مع اي مشكله بشكل ايجابي، يبقى هنتعامل مع شغلنا بشكل ايجابي، ده كله هينعكس علينا بناحية إيجابية إن شاء الله. ودايما ده اللي بنركز عليه في مصر جميلة، بنركز على الحاجات الإيجابية الحلوة حتى لو صغيرة، إزاي إن احنا نكبرها، إزاي إن احنا ننميها علشان تقدر تنعكس علينا. الحقيقة من السلوكيات اللي بتأثر على الشباب وبتأثر على المجتمع ظاهرة التدخين. التدخين بيؤثر على الصحة، على طاقة الإنسان، على حتى قدرته على الأداء. الموضوع اللي تم وبدأ بجامعة اسكندرية الحقيقة، وطبعا بنحيي كل القائمين بجامعة اسكندرية انهم بدأوا بالفعل يفرضوا على الطلبة وعلى أساتذة الجامعة ان هو يمنعوا التدخين داخل الجامعة. واذا تم او اذا اكتشف ان في اي حد بيدخن، سواء من الطلبة او من اعضاء هيئة التدريس او من الموظفين، هيتم تطبيق الغرامة عليه. اعتقد ان ده شيء او خطوة مهمة جدا في سلوكيات الشباب وفي سلوكيات المجتمع، خصوصا اثناء اداء الوظيفة الخاصة بيه. ده مهم جدا يا حاج. اكيد يا نجلة، يمكن امبارح انا كنت اتكلمت برضو وحكيت قصة عن التدخين بشكل عام، تجربتي مع التدخين، ان انا بطلت من 2004 الحمد لله، وكان ليها اثار سلبيه كتير قوي على بدا من صحتي لغايه لما انا يعني سبت الرياضه بسببها. وعايز اقول ان احنا لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله في موضوع التدخين ده. يعني حاولوا تنزلوا، ما تضحكش على بعض، عندنا مشكله فعلا في المدارس اطفال بتشرب سجاير، وده طالع ليه؟ انه بيطلع يلاقي والده بيشرب، والدته بتشرب، فبيقلد. او دي الرجوله بقى، انك تبقى واد راجل وفت وصايع بقى، انك ايه اشرب بقى، طب جرب دي، طب مش عارف ايه. وده الخطر بيبتدي من هنا يا نجله دايما. صحيح. يعني سواء بره المدرسه او ممكن في الحمامات في المدارس، يعني عايزين الرقابه اكتر شويه على الاولاد من الاهالي اكتر كمان. يعني حد بيدخن يعني يحاول ينبذ نفسه بنفسه في البيت، بحيث انه ما يشربش قدام ولاده، ولا عشان التدخين السلبي، ثانيا عشان خاطر ما يديلهمش قدوه سيئه. صحيح. يقوموا بيقلدوه مثلا او كده. صحيح. وللأسف الشديد الظاهرة دي بتبدأ يعني بشكل تدريجي. يعني الواحد الأول بياخدها زي ما يكون دلع مع أصحابه، بيبدأ حد يشجع حد، زي ما بنقول صديق السوء اللي ممكن إن هو يؤثر على صاحبه أو على صديقه. كتير بقى يقولك إيه، أصلا أنا مش قادر أبطل، أنا مش قادر أقلع عن التدخين، أو مش قادر أبطل تدخين، أنا جربت كل حاجة ومش قادر. لا، الإنسان لما بيكون عنده إرادة وبيكون عنده هدف وبيكون عنده عزيمة ان هو يعمل حاجة بيعملها. والحقيقة يعني زي ما حاتم قال ان هو بطل تدخين، احنا نعرف ناس كتيرة جدا كانوا مدخنين شريهين وكانوا بيدخنوا بشكل كبير جدا، لكن بقدرة يعني بالقدرة اللي هم حطوها في نفسهم وبالإيجابية الخاصة بيهم، قرروا ان هم يقلعوا عن التدخين للحفاظ على صحتهم، ل يعني تحقيقهم لأهداف إيجابية لممارسة الرياضة. لكن قدروا ان هم يعملوا ده. مفيش حاجة اسمها انا مش هقدر اعمل ده، ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه طاقة الإنسان طاقة جبارة وهائلة. اهم حاجة الإرادة الحقيقية، وان الإنسان يكون حابب ده. لما تحب ده هتعمله، لما تحب نفسك، لما تحب صحتك، لما تحب مستقبلك، هتقدر ان انت تعمله. عارفه نجلة، انا كنت فاكر كده ان موضوع انك تبطل التدخين ده صعب جدا، والنيكوتين بقى والحقنه وعارفه انت الحاجات دي. كنت واصل لقيت ان الموضوع لا، ما انا كنت بشرب علبتين في اليوم، ما كنت مدخن شره. البساطه الموضوع خلتك تقولي هو معقوله فعلا، هو انا بطلت؟ الناس تقول لك انا كرمشت العلبه ورميتها، لا انا ما كرمشتش العلبه ورميتها، انا حطيت العلبه قدامي وتحديت نفسي قلت مش هشرب. خد منك، ضعفت شويه وشربت واحده واتنين. قد ايه الموضوع ده؟ ما كملش 3 ايام كنت مبطل خالص بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، قلت مش هشرب لان انا حسيت ان انا فعلا تعبت. وفي ناس بقى يا حاتم يقول لك ايه، انا مش عايز اقعد مع حد بيدخن، لان انا لو قعدت مع حد بيدخن هدخن. صدقيني ما بتفرقش معايا ولا عارفه انا القصه كلها في ايه في موضوع التدخين. ان اولا تبقى عاده، ثانيا ان انت قاعده تفتحي علبه السجاير، تعملي السجاره كده، تدوري على الولاعه، فراغ، تدوري على الولاعه، تفتحيها، تفتحي تشربي، تقضي وقت السجاره مع القهوه. طب عايز اقول لكم بقى ان فنجان القهوه من غير السجاره اطعم بكتير جدا بقى
بالسجاره. تخيلي بقى استطعمت فعلا البن لما بطلت السجاير، والشاي نفس القصه. حسيت بطعمه كل حاجه، يعني حتى الانسان بيقول لك ايه ده ريحته سجاير، يعني ريحته سجاير دي يعني حاجه مش حلوه، حاجه مش لطيفه، يعني بتاثر على كل حاجه، بتاثر على صحه الانسان، كل حاجه في جسمنا بتتغير نتيجه التدخين. عشان كده لما يعني نغرس في شبابنا ان هم يبتعدوا عن التدخين، ان البيئه تكون نظيفه، ده هيكون شيء مهم جدا، خصوصا مرحله الجامعه. مرحله الجامعه دي من اجمل المراحل العمريه او السنيه اللي كل الشباب بيعيشها، يا رب يستمتعوا بيها، يا رب يستمتعوا بصحتهم ويقدروا ان هم يكونوا ايجابيين ويكونوا طاقه ايجابيه. عشان كده الحقيقه لما عرفنا موضوع الجامعات ان هي هتطبق الغرامات على الطلبه وعلى الموظفين وعلى اعضاء هيئه التدريس، لان هي قدوه، يعني لما الواحد بيشوف الاستاذ الجامعه هو القدوه الخاصه بيه. بتمنى ان فعلا ده يكون موجود في كل مجالاتنا، في شغلنا، في كل حاجة. لازم نحترم القوانين، لازم نحترم المكان اللي احنا بنشتغل فيه، حرمة او قدسية العمل وقدسية الدراسة ده شيء مهم جدا. احنا كنا بنقول عليه الحرم الجامعي، يعني قد كده ليه مش كنا وما زلنا هو الحرم الجامعي يعني. بس للأسف الشديد خلينا واقعين يا حاتم، السلوكيات اللي بنشوفها لا يعني ما تؤديش ان اللي موجودين فيه مؤمنين ان ده الحرم الجامعي. احنا عايزينهم يرجعوا يؤمنوا تاني ان ده الحرم الجامعي، قدسية المكان، وان انا اديله القيمة الخاصة بيه، وان انا اعتز بوجودي فيه، ده شيء مهم جدا. الجامعات المصرية من اجمل الجامعات، والجامعات الحكومية، جامعات عين شمس، حاجات فخر انك تطلع تعدي قدامها كده. بس العالم يعني انت ما بتروح في اي مكان تقول جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، مع احترامنا طبعا للجامعات الخاصة، بس انا شخصيا يعني بعتز جدا بجامعاتنا المصرية الحكومية، وبشعر ان الخريجين الجامعات المصرية بيكونوا يعني دارسين بجد، واساتذتنا كلنا اللي اتخرجنا من تحت ايديهم كانوا اساتذة كبار جدا، وان شاء الله دايما مصر ولادة ودايما في كل المجالات باذن الله. ده كان موضوع مهم قوي حابة ان انا الموضوع التاني الجميل برضو يمكن مرتبط بس بشكل اندايركت، بمعنى احنا لو بصينا على السوق من شوية كان في ناس بتجري الصبح بدري على الساعه 8 كده، كانت الناس بتجري غالبا الرانرز اللي كانوا بيجروا من شويه. ان دلوقتي في العجل، بس هم مش موجودين قوي، في مثلا 2 3 دلوقتي في عجل بيخشوا بيلفوا وبيروحوا، هي دي الرياضه دايما يوم الجمعه الصبح. على فكره مكملين يا حاتم، يعني انت لو الكريم يوم الجمعه الصبح بقى في نوع من انواع الرياضه، يا اما جري يا اما دراجات، يا اما هتلاقوا ناس ماسكه موتوسيكلات وتطلعوا على السخنه. الجروبات الحلوه دي يعني شيء جميل انك تعمل حاجه ايجابيه، شيء جميل انك تتحرك، انك ثقافه الويكند، عندك جمعه وسبت اجازه، انزل اعمل ريفرشمنت لدماغك، اخرج روح على النيل، سافر حتت صغيره قريبه وارجع اخر النهار، عشان ترجع بعد كده يوم الاحد ان شاء الله يا نجله يبتدي اليوم جديد، اسبوع جديد، بطاقه جديده، يعني بدماغ جديده، بفكر جديد، وتبقي عندك نشاط كده للبرنامج طبعا. ساعات بيقول لك البرنامج احنا يوم السبت اصلا بيبقى عندنا الشغل، عندك نشاط عامه مثلا ازاي لا نهله بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا كلنا، اننا نكون بنسير في الطريق السليم اللي نقدر من خلاله اننا نحسن مجتمعنا ونحسن احوالنا ومعيشتنا واقتصادنا، لان في النهايه بلدنا جميلة، مصر جميلة بكل المصريين يا رب دايما بإذن الله. وده مش بعيد خالص عن فقراتنا النهاردة، لأن فقراتنا مرتبطة بمصر ومرتبطة بالأماكن الجميلة اللي فيها ومرتبطة بالمصريين وغير المصريين. تمام، احنا دايما بنحب يوم الجمعة كده يكون وان تراك. النهاردة احنا اخترنا نتكلم عن حاجة جميلة جدا، حاجة موجودة ربنا حبانا بحاجات كتيرة قوي علشانها، السياحة، السياحة المصرية. اعتقد يعني في اعتقادي يا نجلة ان انواع السياحة اللي موجودة في مصر والحاجات اللي ربنا اديها لنا تدرس في الكتب، وتعدي موضوع الكتب، لان ربنا مدينا هيبات كتيرة جدا للسياحة المصرية، سواء اثار، سواء سياحة دينية، علاجية، رياضية، مؤتمرات، شوبينج، شواطئ شاطئية، يعني زي ما انت الريف، يعني عندك حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها. طيب النهاردة احنا في مواضيع حصلت، مصر قريبة او مصر قريبة، دي المبادرة دي يعني معمولة مخصوص عشان خاطر تنشيط السياحة الداخلية في مصر او الخارجية كمان لمصر. في كليب اتعمل حلو جدا، شفنا كذا حتة منه او شفناه كذا مرة بصراحة لانه عجبنا جدا، فنانين كتير قوي شغالين فيه او اشتغلوا فيه. الكليب ده ان شاء الله بعون الله هيكسر الدنيا، عشان بيتكلم على بلدنا الجميلة، عشان معمول بحبكة الدرجات هي جم الاولاد
فكل ما ليه علاقه بالسياحه وليه علاقه بانتعاش الاقتصاد المصري، خصوصا هدخلنا على المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله، والعدد النظري ابتدى جامد جدا خلاص يعني قربنا جدا او شكنا، متهيألي ان احنا يعني لازم نبرز الحاجات دي يا نجلة، ولازم نوري العالم كله ببلدنا جميلة. هي منظومة متكاملة، يعني لما بتكلم عن مصر مش بتكلم على مؤتمر الاقتصاد يبقى بتكلم على الاقتصاد بس، لا احنا بنتكلم على كل حاجة، بنتكلم على السياحة، بنتكلم على الاقتصاد، بنتكلم كمان على تحسين الصورة وتوضيحها، بنتكلم عن الامن اللي موجود، بنتكلم عن كل النواحي، بنتكلم على الاعلام، عن الدعاية والاعلان وازاي ان انا اروج سياحي. الادارة يا جماعة مهمة جدا، هنا بيبقى كل واحد فينا لو قام بالدور اللي عليه والمسؤوليه اللي عليه هيبقى شيء جيد جدا، لو كل واحد التزم في سلوكياته. لان عايزه اقول كمان حاجه حاتم، اللي جايين يستثمروا في مصر دول واللي جايين عشان يحضروا المؤتمر هم مش جايين بس ان هم هيدونا فلوس كده او استثمار، لا هم جايين يدرسوا الناس جايه تستثمر بالظبط، جايه تكسب وانت وين فعشان كده لازم تشوف هي جايه تدرس المكان، جايه تشوف الاستثمار هنا عباره عن ايه، الاستثمار ده امن ولا مش امن، الناس اللي هناك دول ممكن ان انا استثمر معاهم ويكون في ربح ويكون في يعني منفعه مشتركه ولا لا. مفيش حد هيساعدنا كده وخلاص، احنا عندنا مواردنا وعندنا قدراتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا. فاعتقد ان المبادره دي يعني ان شاء الله هتركز على كل المجالات، هتركز على ايه اللي المفروض يتعمل، ازاي ان انا اروج بقى للموارد دي، لان التسويق مهم جدا في الوقت الحالي واحنا محتاجينه قوي. دي فقره من الفقرات المهمه جدا اللي احنا هنتكلم فيها، او هي امتداد لفقراتنا، لان احنا هنتكلم ازاي هيتم استخدامها من قبل المرشدين السياحيين ومن قبل افراد المجتمع، ونتعرف بشكل اساسي على المبادره. احنا واضح ان احنا النهارده اتكلمنا كتير جدا في الفضفضه، عمالين يقولوا لنا يلا فخلونا نطلع فاصل مع معرض في حب مصر، وهنشوف المعرض ونرجع لحضراتكم عشان نبدا فقراتنا. ودايما دايما مصر جميله.